اللجنة العليا للطوائر الصحية، والأستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة ليحدثونا عن إجراءات تخفيف الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد منذ عدة أشهر. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة سيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا بيان من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، بيان رقم 9. عطفا على بياننا السابق بتاريخ 29 يونيو 2020، والذي أشار إلى التدابير المتعلقة بتخفيف إجراءات الطوارئ الصحية بالبلاد بشكل متدرج وحذر في نفس الوقت، فقد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير الآتي: أولا، ابتداء من يوم غد الأربعاء 8 يوليو يبدأ حظر التجوال في 6 مساء ويستمر حتى 5 صباح اليوم التالي يوميا، مع رصد ومتابعة الوضع الصحي بشكل دقيق تحسبا لأي تداعيات سالبة لا سمح الله. وسوف تكون الحركة لذوي الاستثناءات المسموح بها فقط. ثانيا، على جميع المؤسسات تهيئة بيئة العمل بما يتوافق وحالة الطوارئ الصحية بوضع البروتوكولات والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره في محيط العمل. ثالثا، على الوزارات والمصالح الحكومية والمصانع والشركات تحديد النسب المعقولة من العاملين لتسيير العمل بما لا يتجاوز 50% من الموظفين والعمال كمرحلة أولى لاستئناف العمل تدريجيا، مع الالتزام بالشروط الصحية التي تمنع انتشار الوباء. رابعا، بالنسبة لحركة الطيران سوف يتم فتح المطار جزئيا وفق اشتراطات وخطط ستكشف عنها سلطة الطيران المدني. خامسا، بالنسبة لحركة نقل المسافرين فإنها ستكون معلقة من وإلى ولاية الخرطوم إلى حين استجلال الموقف الصحي بشكل يضمن سلامة المواطنين، كما أنه على غرفة النقل للتواصل مع وزارة البنى التحتية والنقل للاتفاق على التدابير اللازمة في حال عبور المرحلة الحالية من الطوارئ الصحية بسلام إن شاء الله. سادسا، بالنسبة للعالقين في البلدان المختلفة فإنه قد تم إجلاء أكثر من 10,000 عالق خلال الأسابيع الماضية برا وجوا. أما بالنسبة للمواطنين الراغبين في العودة من غير العالقين فهناك ضرورة لجدولة تراعي فتح المعابر والمطارات، وتراعي أيضا قدرة المواعين الطبية المحلية على القيام بالإجراءات الصحية الاحترازية الضرورية المتعلقة بالجائحة. وبما أن المعابر لا تزال مغلقة فإننا نحذر ضعاف النفوس وسماسرة الأزمات الذين يستغلون ظروف المواطنين للكسب الرخيص وبيع الوهم لهم. أخيرا، فإن اعتمادنا بعد الله سبحانه وتعالى على وعي المواطنين وحرصهم على سلامة أنفسهم وسلامة الآخرين من حولهم، لذلك نوصي بعدم الاستهانة بالوباء واتخاذ التدابير التحوطية للوغاية من تباعد ولبس كمامات وتعقيم وخلافه مما تنصح بها السلطات الصحية. نسأل الله أن تنتهي هذه الجائحة بأعجل ما يكون. أحب أن أقدم بعض التفسيرات الإضافية لنقاط هذا البيان. أولا، هذا لا يعني بأن هذه الجائحة قد انتهت أو أنه خطر على مجتمعنا مثل وبلادنا كمثل بلاد أخرى قد انتهى. الحقيقة أنه لا تزال معدلات الإصابة بالمرض في العالم كله مرتفعة جدا ولم تصل مرحلة الانحسار. هذه شهادة منظمة الصحة العالمية ونتائج الاختبارات التي تعلنها منظمة الصحة العالمية. نحن ما زلنا تحت ظل هذه الجائحة وانتشار ما يزال يشكل خطر كبير. أهم وسيلتين للوقاية هما وسيلتان غير مكلفتين على الإطلاق: غسيل اليد بالماء والصابون وارتداء الكمامة. غسيل اليد بالماء والصابون غير مكلف، متوفر في أي بيت، ننصح به باستمرار في المكاتب وفي البيوت وغيرها، بالذات إذا خرج الإنسان وعاد إلى المنزل وتعامل في السوق أو في أي مع جمهور وغيره. ارتداء الكمامات يعني ده واحد من أهم عوامل الوقاية، لأنه إذا أنت ارتديت كمامة ومعك شخص آخر مصاب وارتدى كمامة، نسبة إمكانية نقل المرض إليك بتكون نسبة محدودة جدا، دي برضه حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية. لذلك ارتداء الكمامات مهم جدا.
وغسيل اليد بالماء والصابون دي أهم وسائل الوقاية، إلى حين إنه العلم والطب يصل لمرحلة اكتشاف دواء أو اكتشاف حتى يعني أشياء ممكن تتخذ للوقاية من المرض. في مسألة في غاية الأهمية، ولذلك الشركات والمؤسسات وغيرها مطالبة بأنها توفر لموظفينها هذه الوسائل من كمامات ومن معقمات حتى يستطيعوا أنه يعملوا في بيئة نظيفة. كما ذكرنا الحظر ساعاته حترتفع من 6 مساء إلى 5 صباحا. خلال هذه الفترة الكباري مفتوحة والحركة مفتوحة والمواصلات أيضا متاحة حسب توجيهات ولاية الخرطوم، أنه المواصلات متاحة وموجودة، ولكن برضو ينصح حتى في المواصلات العامة أنه الناس يعني يستخدموا التباعد، يستخدموا الكمامات حتى لا ينقلوا العدوى، لأن المواصلات المزدحمة ستتسبب في ذلك. نحن طبعا نتوقع أنه الناس يقللوا من الحركة لأنه ما تزال الجامعات والمدارس ورياض الأطفال مغلقة، وبالتالي ومكاتب العمل في الحكومة والشركات التوجيهات الصادرة أنه يعملوا بطاقة عمل من 50% وأقل، وبالتالي نتوقع أنه تكون حركة المواطنين ليست بهذه الكثافة المعتادة اليومية. وإذا الناس ما عندها حاجة تطلع من البيوت وتجيبها وسط الخرطوم، الأفضل أن يبقوا في أماكنهم. لكن من الساعة 5 صباحا إلى 6 مساء المعابر مفتوحة، الكباري مفتوحة، ممكن المواصلات العامة أن تعمل. منذ 6 مساء سيتم إغلاق الكباري وترجع نفس الحواجز اللي كانت موجودة إلا لمن يحملون استثناء بالحركة. كما قلنا المواصلات العامة تعود مع مراعاة التباعد ولبس الكمامات. سيستمر إيقاف صالات المناسبات والتجمعات حتى نهاية أغسطس حتى نتأكد من أن خطورة الجائحة قلت كثير. لحسن الحظ أنه مختبر جبرة، معمل جبرة دخل في الخدمة، وبالتالي بقت عندنا أكثر من خيار يزيد من طاقة العمل على الفحص، لأنه زمان كنا محاصرين فقط في معمل استاك ثم إلى حد ما دخل الصلاح الطبي، الآن دخل معمل جبرة. العودة التدريجية للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، طبعا نحن رفعنا الحظر من 6 مساء من بكرة، لكن بنعتقد أن الأربعاء والخميس ليست كافية لتدبير عودة الموظفين إلى العمل وتجهيز المكاتب والمعقمات والكمامات. لذلك الموعد الرسمي للبدء في العمل بالذات في الحتات الحكومية من يوم الأحد. من يوم الأحد هو اليوم الرسمي الذي سيبتدي فيه العمل. الأربعاء والخميس يمكن للشركات والمؤسسات الحكومية تجهيز أماكن العمل لاستقبال العاملين، الذين ننصح برضو أن لا تكون طاقة العمل 100%، تبدأ ب50% أو أقل، ثم تدريجيا يبتدي التصاعد. المدارس والجامعات ورياض الأطفال ما تزال مقلقة إلى حين إشعار آخر. امتحانات شهادة الأساس في مواعيدها يوم 12 حسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، يوم الأحد 12 هو موعد بدء امتحانات الأساس، وبالتالي المواصلات مؤمنة، الكباري مفتوحة. نتمنى أنه الناس ما يتأخروا كثير لأنه مواعيد العمل بتنتهي في وقت مبكر قبل 6 مساء يكونوا عادوا، لأنه بعد ذلك كما ذكرت حتكون في حوايز والكباري ستكون مغلقة. نتمنى أنه الناس يلتزموا بالاشتراطات الصحية وما يحصل تراخي، لأنه أي تراخي ينتج عنه ارتفاع في نسبة الإصابة بالمرض، وده حيضطر السلطات لأنها ترجع وتتخذ إجراءات استثنائية مرة أخرى كما حدث في بعض البلدان التي فتحت ثم عادت وفرضت بعض الإجراءات الاستثنائية نتيجة لتزايد. نتمنى أنه نحن نكون أجبنا على كثير من الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن. في سؤال متكرر، أنا أتلقى في اليوم الواحد عشرات الرسائل حول موعد امتحانات الشهادة السودانية، وإجاباتنا أنه لم يتقرر هذا الأمر بعد. الآن بعد الفك الحظري الجزئي للحظر وحركة المواصلات العامة، من الممكن بعد ذلك وزارة التربية مع الجهات الصحية تتدارس، وتجربة امتحان الأساس حتكون تجربة كويسة الناس يقيسوا بها إذا كان في إمكانية ولا لا، ثم سيقرر. لم يتم تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية بعد، وكما وعد السيد وزير التربية والتعليم في هذا المنبر من قبل، لن نفاجئ الطلاب والطالبات بموعد قريب. يعني ما يتوقعوا نجي نقول والله الامتحانات الأسبوع الجاي، عندما يتم الإعلان عن موعد امتحانات الشهادة سيكون هناك وقت كافي للاستعداد. نطمئن أولياء الأمور ونطمئن الطلاب والطالبات. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا، وشكرا للدكتور صديق تاور رئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية. شكرا جزيلا.